بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم السيرة النبوية، ألبوم من 10 أشرطة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الشريط الأول: مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل حفظ نبيه عيسى بن مريم فرفعه إلى السماء، وظنت اليهود أنهم قتلوا عيسى بن مريم، فأخذوا ينشرون بين الناس إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ويفتخرون أنهم قتلوه. وطمأن الله عز وجل مريم العذراء أن ابنك لم يقتل بل رفع، سوف ينزل آخر الزمان. فعلا عيسى بن مريم سوف ينزل، رفع وعمره 33 سنة وينزل إلى الأرض يمكث 7 سنين فيتم 40، ثم يموت حاله حال البشر. وإذا نزل آمن به كثير من النصارى، لأن النصارى اليوم يظنون أن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو ثالث 3، فإذا نزل آمنوا بالله عز وجل حقا، كثير منهم ليس كلهم. ويقاتل عيسى بن مريم آخر الزمان الدجال، ويقاتل اليهود، ويلتف المؤمنون حوله يقاتلون في سبيل الله. ثم مكثت البشرية ما يقارب 600 عام أقل بقليل، ولم ينزل الله عز وجل إليهم رسولا، وما أرسل إليهم رسولا ولا أنزل عليهم نبيا أكثر من 500 عام، والبشرية هكذا بلا رسول ولا نبي. أما اليهود فهم في هذه الفترة خلال 500 إلى 600 سنة بدأوا يتلاعبون بالتوراة، وبدأوا يحرفون التوراة وينتشرون في الأرض. منهم من هاجر لما بخت نصر دخل إلى فلسطين، بعضهم هاجر إلى المدينة، بعضهم إلى اليمن، مكثوا في جزيرة العرب، انتشروا وبدأوا ينسبون في التوراة ما ليس من الله عز وجل. فمثلا كتبوا في التوراة، وهذا إلى اليوم موجود، كتبوا في التوراة أن الله عز وجل، تعالى الله ما يقولون، إن الله عز وجل ندم على الطوفان الذي حصل في قوم نوح، وأن الله عز وجل نزل مع الضيوف عند إبراهيم يأكل الطعام، وأن الله عز وجل تعارك مع يعقوب، شوف، فكاد يعقوب أن ينتصر على الله لولا أن الله مكر بيعقوب. بل في القرآن إن الله فقير ونحن أغنياء، بل في القرآن سبهم وشتمهم لله إلى اليوم موجود في توراتهم، سب الله عز وجل وشتمه. الذين يسبون الله ويطعنون بربهم جل وعلا هل يؤمنون على البشر؟ أبدا. الذي ما يخاف من رب البشر كيف يخاف من الناس؟ ثم بدأوا ينسبون الشتائم للأنبياء بعد أن انتهوا من ربهم جل وعلا في التوراة، والغريب أنه إلى اليوم موجود. بدأوا ينسبون التهم كقولهم أن نوح كان يشرب الخمر يسكر، وأن ابنه رأى عورته يوما فعاقبه نوح، وأن لوط كان سكيرا أجل الله لوطا، وأنه زنى بابنته فحملت به، هذا لوط عليه السلام. أما يعقوب فكان يسرق كثير السرقة، وهكذا. أما إبراهيم فديوث عندهم، عرض زوجته على الملك أن يفعل بها الفاحشة، وهكذا تلاعبوا بالقصص وبحكاياتهم عن الأنبياء، وبدأوا يزورون كما قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبدأوا يزورون حتى البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام أزالوها ومحوها وحرفوها. قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف للتوراة. أما النصارى فليسوا عنهم ببعيد. النصارى كتبوا 4 أناجيل: متى ويوحنا ومرقس وبرنابا، هذه 4 أناجيل يقولون من الحواريين، وكذبوا، بعضهم ليسوا بحواريين أصلا. وهذه 4 أناجيل إلى اليوم موجودة، فيها تناقضات، في أشياء تناقض الأخرى. طيب أيها كلام الله؟ هم ما يدرون. هم لو تسأل بعض النصارى أيها كلام الله حقا ما يدرون، فيها تناقضات. وانتشروا بين الناس
بعد 300 سنة من مولد عيسى بن مريم تبنت الروم دين النصرانية وزعموا أن عيسى بن مريم هو ابن لله، وانقسمت النصارى على 3 أقسام. منهم من قال عيسى هو الله، هم اليعقوبية يسمونهم عيسى هو الله، كما قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. منهم من يقول هذا. قسم ثاني قالوا لا، عيسى ابن الله ليس هو الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقالت النصارى كما قال الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قسم ثالث قالوا لا، عيسى والله وروح القدس ثالث ثلاثة، ثلاثة تساوي واحد، والواحد يتفرع منه ثلاثة، كيف يكون ثلاثة وواحد؟ هم يدرون أصلا، فلسفة عندهم لا يعرفون معناها. وتوزع النصارى في الجزيرة وشمالها حتى وصلوا إلى نجران جهة اليمن، وانتشرت فيهم النصرانية لدخول الروم إلى اليمن، سوف نذكر بعد قليل لما دخل الروم إلى اليمن، وانتشرت النصرانية الباطلة في الأرض، وما بقي على دين إبراهيم إلا القليل في الأرض، يخافون ويختبئون من الناس الذين بقوا على التوحيد، بقوا قلة قليلة. طيب الجزيرة العربية من فيها في ذلك اليوم؟ فيها حضارة اليمن، اليمن فيها حضارة، حضارة قديمة تسمى سبأ، وكانت تحكم بقرون قبل مولد عيسى بن مريم، كما قال الله جل وعلا يذكر قصة سبأ وبلقيس وعبادة الشمس، حتى جاء يوم من الأيام كفر قوم سبأ في القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري، 450 ميلادي، كفر قوم سبأ وازداد بطرهم وازداد أشرهم على الناس وتكبروا، فإذا بربنا جل وعلا يعاقب قوم سبأ في اليمن. تعرف ماذا فعل الله بهم؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. تمر المرأة ما تحتاج إلى تقطف الثمار، تمر على كتفها المكتل، تمشي تحت الأشجار، ما تخرج من البستان إلا وقد امتلأ المكتل بالثمار، ما تقطف، تتساقط الثمار. نعم من الله ما رأتها أمة في الجزيرة مثل قوم سبأ، جنتان عن يمين وشمال. ماذا طلب الرب منهم؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكنهم ما شكروا النعم، كفروا النعم. تعرف ماذا صنع الله بهم؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، جاءهم سيل سد مأرب التي كانت العاصمة هي مأرب في اليمن، انهدم السد وبدأ السيل يجرف مزارعهم وثمارهم وجنانهم ولم يبق منها شيئا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. متى حصلت هذه الحادثة؟ قبل مولد محمد عليه الصلاة والسلام ب120 سنة. ثم استمرت السنين. طبعا الأحباش الحبشة كانوا يغزون اليمن، الحبشة من مع الحبشة؟ الرومان. الرومان يأتون طبعا في دولتين، الروم والفرس أقوى دولتين، الروم تقف مع الحبشة فتقاتل مع الحبشة فيغزون اليمن، وفارس تقف مع من؟ مع اليمن، فأحيانا يغلب الحبشة وأحيانا يغلب أهل اليمن، وحروب بينهم. حتى جاء يوم وجاءهم حاكم ظالم، وبدأت النصرانية الحق تنتشر في اليمن، الذين بقوا على الدين الحق انتشر دينهم في اليمن وآمنوا بالله وحده، فجاء حاكمهم وخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنيران. قتل أصحاب الأخدود، قبل مولد النبي ب50 سنة في اليمن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
وثمود وقصتهم تعرفونها. طيب الجزيرة من فيها؟ العرب. لابد أن نعرف من هم العرب. العرب ثلاث أقسام، احفظ هذه. عرب بائدة، عرب بادت، مثل قوم صالح، قوم ثمود وقوم هود، ذكرنا لكم أنهم عرب وبادوا، فهل ترى لهم من باقية؟ بادت هذه العرب. وعرب عاربة سكنوا اليمن يسمون القحطانية، عرب عاربة، ومنهم قبيلة حمير وكهلان، وهذه أثناء الحروب كانوا يهاجرون، يهاجرون منهم الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة. القسم الثالث يسمون عرب مستعربة من بني إسماعيل، إسماعيل تعلم العربية من جرهم التي هاجرت من اليمن، فسموا عربا مستعربة، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان إسماعيل أفصح منهم، تعلم اللغة العربية فصار أفصح حتى من قبيلة جرهم. فثلاث أقسام العرب منتشرين في الجزيرة العربية. هل عندهم إمبراطورية دولة عظمى؟ ما في شيء، فقط ملوك إما يتبعون دول عظمى أو رؤساء قبائل وعشائر يتقاتلون ويتنافسون فيما بينهم، قبيلة تخرج الأخرى وهذه تقاتل هذه، هذه تنضم تحت حلف الفرس وأخرى تحت حلف الروم، حروب ونزاع شتى. كانوا على دين إسماعيل العرب. دين إسماعيل ما هو؟ توحيد. 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة على التوحيد، حتى جاء يوم حكم مكة خزاعة، وكان لهم رئيس يسمى عمرو بن لحي. اسمع هذا الاسم، هذا الرجل رآه النبي في النار يحترق في جهنم، اسمه عمرو بن لحي، رئيس خزاعة، وكان له مكان عند قومه. يوم من الأيام سافر إلى الشام، جاء إلى الشام فأعجب بالشام، قالوا للشام ترى أهل دين وعندهم كتب سماوية، فجاء إلى الشام يجلس معهم ويسألهم، فرأى عندهم أصنام، والنصارى في ذلك الزمان دخلت فيهم الوثنية، قسطنطين لما تبنى النصرانية أدخل فيهم الوثنية والصلبان وعبادتها، فإذا بعمر بن لحي ينظر للأصنام فأعجبته الأصنام، قال إيش تفعلون في هذه الأصنام؟ قالوا هذه نستسقي بها المطر من السماء ونستشفي بها من المرض ومن الجوع. قال أعطوني صنما، فأعطوه هبل، فأخذ هبل من الشام، رئيس خزاعة، رئيس مكة في ذلك اليوم، وجاء به إلى مكة ووضعه في جوف الكعبة وأمر الناس بعبادته. أول من أدخل الشرك في بني إسماعيل من؟ إنه عمرو بن لحي، احفظوا اسمه، يقول عنه النبي رأيته يجر قصبة في جهنم، لأنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. منذ ذلك اليوم انتشرت الأصنام في قريش، انتشرت الأصنام، فإذا بالطائف أهل الطائف يسمعون بالصنم قالوا حتى حنا نسوي صنم، ايش سوى أهل الطائف؟ عملوا بيتا سموه اللات، قالوا هذا نفس الشيء، نطوف حوله ونذبح له ونسجد له وندعوه ونستغيث به. في ناس عند البحر الأحمر في منطقة تسمى قديد عند البحر الأحمر صنعوا مكان سموه منات، قالوا حتى حنا عندنا منات، وقوم صنعوا العزة وانتشرت الأصنام. يقول النبي لما فتح مكة رأيت حول الكعبة 360 صنم، كل واحد يأتي بصنم ويضعه، هذا عند الباب، هذا عند ماء زمزم، وهذا عند الحجر، وهذا فوق الكعبة، كل واحد عنده صنم يضعه عند الكعبة، وانتشرت الأصنام في الجزيرة العربية. الشيطان، هذا أهم شيء عند الشيطان، أن ينشر الشرك بين الناس. وإذا بهم ليس هذا فقط، بدأوا يذبحون لهذه الأصنام، انظروا الفكاهة وانظروا الطرافة، ماذا يقولون؟ يذبحون ذبحا يقولون هذا الجزء للصنم وهذا الجزء لله، يؤمنون بالله لكنهم مشركون، يقول هذا الجزء لله وهذا الجزء لهذه الأصنام، فيقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ليس هذا فقط، بل انتهشرت في قريش الكهنة والعرافون والمنجمون والسحرة، بل أكثر من هذا، بدأوا يستعينون بالجن، وأنه كان رجال من الجن يدخلون في الوادي يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي، يقصدون من؟ الجن، يستعيذون بالجن من الشرور. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وانتشر عندهم التطير والتشاؤم، وبدأوا يتشاؤمون من الأصوات ومن الأسماء ومن بعض الطيور ومن الأشياء، وبدأ الاستقسام بالأزلام، وانتشر الخمر وانتشر الزنا، بل إن الزنا انتشر عندهم انتشار فظيع، أنواع من الزنا عندهم،
والعياذ بالله لن نسميها لقبحها، زنا الاستبعاض وزنا الرهط، وامرأة تضع الراية عند بابها عاهرة يأتيها من يأتيها، انتشر الزنا والخنا عندهم. بل صار الطواف بالبيت، شوف الطواف بقي من دين إبراهيم، بقي المبيت ومزدلفة، الوقوف بعرفة، بعض الشعائر بقيت، لكن أدخلوا فيها الشرك. كانوا يلبون، تعرف شلون يلبون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. رأيت؟ توحيد ثم شرك. أدخل الشيطان الشرك في تلبيتهم. بل كانت قريش خدعوا الناس، قالوا نحن أهل الدين ونحن من أولاد إسماعيل، رجع الحكم لهم والإمارة لهم، ما يجوز واحد يلبس ملابس إلا التي نعطيه إياها، ملابس لا فقط هي الطاهرة. فكان كل واحد يأتي إلى مكة إما يشتري أو يستعير ملابس أجرة من قوم قريش، واللي ما عنده فلوس شو يسوي؟ يطوف حول الكعبة عاري، عراة رجال ونساء، ما يجوز لهم يلبسون ملابسهم. حتى قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي أمر الله بالستر، ستر العورات عند المساجد. ليس هذا فقط، بل حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم. سمعتم بالبحيرة والسائبة؟ الناقة إذا ولدت 10 إناث ليس بينها ولد سيبوها، خلاص ما حد يجيسها ولا يحمل عليها ولا شيء، ولا يمس شيئا من شعرها، وتضع عليها علامة وتترك، سائبة تسمى، 10 بنات لها. وإذا جاءتها بنت بعد هذا سموها بحيرة، أيضا نفس أمها، ما حد يجيسها ولا أحد يلمسها. وإذا شات ولدت 10 سموها أصيلة، أيضا ما حد يجيسها، تترك هكذا. وإذا جاء الفحل من نتاجه 10 إناث متتابعة سموه حام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ليس هذا فقط، بل انتشر عندهم وعد البنات. شفت المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي، مجتمع سيء سيء، ما تتخيل مدى سوئه. إذا ولد أحدهم الولد الذكر ربما يبقيه وربما يقتله، حتى الذكران. طيب ليش الذكران؟ خوف الفقر. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أما البنت فيقتلونها لسببين، خوف الفقر أو خوف الفضيحة والعار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. شوف الصورة الإلهية، الله يصور منظر الواحد إذا جاءت بنت يختفي، ما يشوف أحد، ما يطلع الناس. ليش؟ فضيحة، فضيحة أنه جاءته بنت. الله يعاتبهم مجانين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان بعضهم بنته تساعده في حفر الحفرة وهي ما تدري أن أباها سيدفنها في هذه الحفرة. وحصل بعض الصحابة كان يبكي يبكي يتذكر هذه الأيام قبل الإسلام في الجاهلية، لما كان يدفن ابنته وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعض الناس يظن حتى بس في الجزيرة هذا، تعرف أوروبا في ذلك الزمان إيش كانت تفكر فيه؟ أوروبا في ذلك الزمان كانت تناقش وتجادل هل الأنثى إنسان أو حيوان أو شيطان، كان عندهم خلاف هل هي من جنس الشياطين أو من الإنس. وقال بعضهم لا، بل من الحيوانات. في أوروبا هذه في عصور مظلمة جاهلية أعمى حتى من الجزيرة العربية، بل كانوا لا، المرأة عندهم لا تملك ولا تبيع ولا تشتري ولا يحق لها أي تصرف في الحياة. المرأة عند أوروبا كانت في ذلك الزمان. تعرف من حرر المرأة؟ من نصر المرأة؟ من فك القيود عن المرأة؟ الإسلام. إلى اليوم عقلاءهم يعترفون بها. لولا الإسلام لظلت المرأة مستعبدة. في الهند أشر، ربما كانت تحرق في الهند وتقتل لأنها امرأة لا كرامة لها. شوف هذا الوضع في الجزيرة العربية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، بغضهم، عربهم وعجمهم. أما العجم فالمجوس كانوا يعبدون النار،
والزردشتية والثانوية وغيرهم، عبدوا النور والظلام، عبدوا النار، عبدوا كل الأوثان. هذا في المجوس. والرومان حملوا نصرانية كافرة. ما هي النصرانية الحقيقية؟ نصرانية الأوثان وعبادة الصلبان. واليهود معروفون اليهود ايش سووا في الأرض، والعرب دخلت عندهم الأصنام والأوثان، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجبهم. إلا بقايا، بقايا قليل جدا من أهل الكتاب الذين بقوا على الدين، على الحنيفية. مثل من؟ مثل رجل كان موجود قبل بعثة النبي، في أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. من هو؟ إنه زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل نظر إلى قريش وإلى عبادة الأصنام، قال يا معشر قريش والله ما منكم أسماء، أسماء كانت صغيرة بنت أبي بكر تحدث بقصة، تقول رأيته عند الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري، كلكم كفار ضللتم، ما كان إبراهيم يعبد هذه الأصنام. تقول ثم كان يأتي إلى الذي يريد ذبح ابنته وأد ابنته، فكل ما شاف واحد يقتل بنته يأتي فيطلب منه إما أن يدفعه إليه أو يتركها، يعني يمهلها. فإذا أبى الرجل إلا أن يقتلها أخذها منه زيد وأخذ يصرف عليها ويتكفل بها حتى تكبر، فإذا كبرت أرجعها إلى أبيها، فإن شئت كفلتها وإن شئت أبقيتها عندي. زيد ما كان يرضى حتى بوأد البنات، حتى جاء يوم من الأيام يقول شعرا لكفار قريش عزلت اللات والعزى جميعا ولا صنم بني عمرو أزور، أخذ يقول شعرا شعرا يكفر باللات والعزى والمنات، كما قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أخذ يعذب زيد، عذبوه حتى هاجر زيد فذهب إلى الشام. ليش ذهب إلى الشام؟ ذهب يسأل عن دين إبراهيم. فجاء إلى يهودي قال له علمني دين إبراهيم، أبي الدين الحق. قال أدخل ديننا اليهودية. قال كيف أدخل دينكم؟ قال لن تدخل دينا حتى يأتيك شيء من غضب الله، تتحمل شيء من غضب الله. قال أنا من غضب الله فررت، وأدخل في غضب الله؟ قال إذن اذهب ابحث عن غيري. فوجد راهبا نصرانيا فسأله عن دين إبراهيم، قال يا أخي والله ليس في الأرض أحد على دين إبراهيم، اليوم ما في أحد، ولكنه زمان قد أضلك فيه خروج نبي، هذا الآن وقت راح يخرج نبي، وإنه خارج في قومك في مكة، فرجع به فالحق. يقولون زيد رجع، وكان عند زيد ابن اسمه سعيد، وكان يدعو له في مكة يقول يا رب، حتى تقول أسماء، كان زيد يقول اللهم لا أعلم أحب الوجوه إليك، لو علمت أحب الوجوه إليك لعبدتك به، لكنني لا أعلم. وكان يضع راحته على جبهته فيسجد لله هكذا، يقول يا رب ما أعرف شلون أصلي، ما أعرف كيف أسجد، ما أعرف كيف أركع. تقول أسماء فيضع جبهته على راحته يقول يا ربي هذا سجود لك. وكان يدعو لابنه سعيد اللهم إن كنت حرمت من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. وفي الطريق من الشام إلى مكة يرجع ينتظر بعثة النبي، وفي الطريق قبض عليه، مسكوه بعض قطاع الطرق فقتلوه. وما أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عمر وسعيد ابن زيد قال يا رسول الله أنا استغفر لزيد، استغفر له ولا ما نستغفر له؟ يعني أطمحل. قال نعم استغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. وقال ليس بيني وبين عيسى بن مريم إلا زيد بن عمرو بن نفيل أمة لوحده. وقال رأيت في الجنة دوحتين، جنتين لزيد بن عمرو بن نفيل. تعرف من ابنه؟ ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. شوف كرامة الله لهذا الرجل. واحد ثاني كان في مكة موجود، ورقة، ورقة ابن نوفل سمعتم به وأدرك النبي وقال يا ليتني كنت جذعا. آمن بالنبي وكان كبيرا بالسن لما بعث النبي، قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي. كان في واحد ثالث أيضا مؤمن اسمه لبيد، لبيد بن ربيعة، أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء عدا الله باطل، كل هذه الأصنام باطلة. هؤلاء ما سمعوا بالنبي ولا جاءتهم رسالة، ومع هذا كانوا يوحدون الله عز وجل. ومرت الأيام، وقبل مولد النبي بشهرين قرر من ملك في اليمن قرر أن يأتي إلى مكة فيهدم الكعبة، اسمه أبرهة. وأبرهة هذا انقلب على الحاكم، كان أحد قادة الجيش، وانقلب على الحاكم
فصنع كنيسة في اليمن أراد من الناس أن يحجوا إليها بدل الكعبة، فجاء أحد العرب فنجس الكنيسة فغضب، نجس الكنيسة نكاية به، غضب كيف يفعل هذا؟ فأخرج جيشا عشرات الألوف قوامه، يقولون 70,000 ومعهم الفيلح ومعهم الجيش والأسلحة والعتاد، توجهوا إلى مكة ليهدموا الكعبة قبل مولد النبي 50 يوم، في نفس السنة في شهر محرم في سنة 571 ميلادي، جاء أبرهة وعنده الفيلة حتى وصلوا إلى وادي محسر. شوف احنا طالعين من مزدلفة راجعين إلى منى، وادي يسمى وادي محسر، في هذا الوادي جلست الفيلة بركت، فأراد أن يخرجها. طبعا أهل قريش كفار قريش أين ذهبوا؟ هربوا كلهم من مكة، دخلوا في الشعاب والجبال، حتى قيل لهم يعني تحمون إبلكم وأغنامكم وأموالكم وتتركون الكعبة؟ قالوا نحن يعني هذه الأموال لنا نحميها، وللكعبة رب يحميها، للبيت رب يحميه، نحن نحمي أموالنا والكعبة يحميها الله عز وجل. هربوا إلى الشعاب وعند أبرهة الفيلة يقيمها وهي لا تقوم، يقيمها وهي لا تقوم، فإذا بربنا جل وعلا يرسل الطير الأبابيل، كل طير يقول معه ثلاثة حجارة، يرمي الحجر على أي إنسان يتقطع جسمه يتفتح مباشرة إذا أصابه حجر، حتى الذين هربوا بعضهم ما أصابوا من الحجارة، حتى الذين هربوا ما وصلوا إلى مدينتهم إلا وقد هلكوا وتقطعوا قطعا قطعا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وانتشر الخبر عند العرب أن الله عز وجل حمى الكعبة، فزادت مكانة قريش في تلك الأيام في شهر ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 ميلادي شهر أبريل نيسان، في تلك الأحيان كانت الأرض على موعد عظيم. قرر الرب جل وعلا وحكم الله جل وعلا أن يرحم البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اصطفى الله عز وجل من أولاد إبراهيم إسماعيل أفضل أولاده، واصطفى الله عز وجل من بني إسماعيل كنانة، واصطفى الله عز وجل من بني كنانة قريش، واصطفى الله عز وجل من قريش بني هاشم، واصطفى الله عز وجل من بني هاشم محمد بن عبد الله، أفضل إنسان يولد على وجه الأرض دينا وخلقا ونسبا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، يصل نسبه إلى عدنان، ثم يصل نسبه مرة أخرى إلى إسماعيل، ثم يصل نسبه طبعا إلى أبيه إبراهيم، ثم يصل نسبه إلى نوح عليه السلام إلى آدم، فهو من أفضل الأنساب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولد وقد توفي أبوه قبل ولادته بشهرين، أبوه عبد الله كان ذاهب للتجارة إلى المدينة يبيع التمر، فتوفي في المدينة ودفن في المدينة، فولد النبي عليه الصلاة والسلام لأمه آمنة، وآمنة تقول لما ولدته خرج مني نور، نور تقول رأيت بالنور قصور أهل الشام ببصرى، شفت الشام؟ تقول شفتها، شفت القصور كلها. ويذكر صاحب الرحيق المختوم قصص الله أعلم بصحتها، يقول ما إن ولد محمد عليه الصلاة والسلام إلا وانطفأت نار المجوس، وهدم معبد كامل، وغارت بحيرة بأكملها، وسقطت 14 شرفة لملك كسرى، الله أعلم بصحة الأخبار، ولكن الأرض تستعد لنبأ عظيم ولخبر عجيب. ولد فيها خير البشر، سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء والمرسلين، ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت آمنة، آمنة وكانوا عادة العرب يسترضعون للأطفال من أهل البادية حتى يتعلمون اللغة، يقوون باللغة العربية الفصيحة، وكذلك تشب أجسادهم لأن طعام أهل البادية ومرعاهم ولعبهم أفضل بكثير من أهل المدينة، فكانوا يرسلونهم للبادية يتعلمون وتقوى أجسادهم ولغاتهم. تقول حليمة، شوف اللي صار، تقول جئت ذلك اليوم من بني سعد بن بكر، حليمة السعدية، تقول جئنا ذلك اليوم إلى مكة وما عندنا شيء، أصابنا الجوع والقحط، كانت المرضعات يذهبن إلى مكة يأخذن الأطفال لرضاعتهم بالأجرة طبعا، تقول فجئنا إلى مكة وما عندنا شيء، جف لبن ضرعي، يعني ثدي ما في لبن، من يعطيني ولدها؟
كناس ينظرون لأكثرهن لبنا يعطون الأولاد لهن، تقول أما أنا فقد جف لبن ضرعي، وكاد ابني أن يموت من الجوع، عندها ولد توا مولود كاد أن يموت من الجوع. تقول حتى الشاة التي عندنا وهي راكبة حمار أتان أنثى الحمار، تقول حتى الشاة التي معنا جف لبنها، وأنا مع زوجي قلت نذهب إلى مكة ربما يرزقنا الله ولدا نرضعه. قال نذهب مثل الناس، وذهبوا مجموعة من النساء من البادية. تقول سبقوني لأن الحمار الذي عندي هزيل. تقول فلما جئنا إلى مكة كان هناك غلام يتيم في رعاية جده عبد المطلب وفي حضن أمه آمنة. تقول هذا الغلام اليتيم ما حد أخذه، لأن يتيم من يأخذ طفلا يتيما ما عنده أب، يخافون أن ما يعطون الثمن بعدين، ما يعطون الأجرة. تقول فرده كل الناس فلم يبق إلا هذا الطفل اليتيم وبقيت. فقلت لزوجي والله لن أرجع بغير شيء لنأخذ هذا اليتيم. قال خذيه لعل الله أن يبارك لنا فيه. تقول فأخذته، شوف القدر، أخذت حليمة السعدية من؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهي ما تدري أن هذا سيد العالمين سيد ولد آدم. تقول فأخذته وحملته على الحمار. تقول فما وبتنا تلك الليلة في مكة. تقول فإذا بضرعي شرب منه هذا الغلام اليتيم حتى شبع. تقول وشرب منه ابني حتى شبع. تقول أما الشاة التي لم يكن فيها قطرة لبن شربنا منها أنا وزوجي حتى نمنا من شدة الشبع ولم يكن فيها قطرة لبن. تقول في الصباح ركبت على الإتان والناس قد سبقوني. تقول ركبت على الإتان أحمل الرضيع على صدري. تقول فيمشي الإتان الحمار حتى سبق القوم جميعا. فقالوا لي يا ويحكي يا بنت أبي ذؤيب حليمة، ويحكي هذا الحمار الذي كنت تركبين؟ قالت نعم والله. قالوا كيف هذا؟ قد كنت يعني ما تستطيعين المشي أما الآن فتسبقينا، لقد أتعبتينا يا أم أبي ذؤيب. تقول حتى وصلنا إلى مكاننا. تقول فصار الضرع يدر لبنا والماشية تدر لبنا. تقول حتى إن الشياه شياهي تذهب فتسرح فترجع أكثر ما تمتلئ لبنا، أما شياه القوم ليس فيها لبن إلا أنا فقط. تقول حتى قال الناس سرحوا ماشيتكم مع ماشية حليمة ربما يعني ترزق اللبن مثلها. تقول فيأتون بماشيتهم فترجع ليس فيها لبن إلا ماشيتنا يمتلئ فيها اللبن. تقول فعلمت أن الله بارك لنا بهذا الغلام. تقول سنتين بعدها وين رجعنا إلى أمه؟ شوف احفظ التسلسل. بعد سنتين فطمناه. تقول أرجعناه إلى أمه وأنا أتمنى وأريد أن ترجعه إلي. فقلت له يا وسمي النبي عليه الصلاة والسلام أحمد وما سمي رجل بهذا الاسم قبله. أحمد أول من سمي به نبينا، أما محمد كان في أسماء سموا محمدا يعلمون في نبي رحيات اسم محمد فكان الناس تسمي محمد، أما أحمد لا فاسمه أحمد ومحمد. حتى جاءته بعد سنتين جاءت أمها قالت يا أم أحمد يا أم محمد لعله يصيبه مرض من أمراض مكة فأرجعيه معنا خلي يرجع معنا. قالت لا بأس. فأرجعته مع حليمة. تقول حليمة وفي السنة الرابعة كان يلعب مع الغلمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يلعب مع الغلمان فإذا به يجلس كما ذكر ابن سعد في الطبقات يقول فإذا به يجلس لوحده والغلمان ينظرون إليه. يقول فنزل طائران كأنهما نسران أبيضان. قال أحدهما للآخر أهو هو؟ فرد عليه الثاني نعم هو. فإذا بهما تعرف من؟ إنه جبريل نزل. جبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمره 4 سنين والغلمان ينظرون. يقول فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وألقه على الأرض فإذا بجبريل يشق صدره. خاف الغلمان هربوا ينادون من حليمة ينادون حليمة أرجعي أدرك الولد قتل الولد. فإذا بجبريل يشق صدر النبي ويفتح صدره ويخرج قلبه من صدره وعنده طست والنبي شوفه ينظر إليه هو الذي أخبر بالقصة. يقول فعنده طست من ذهب وفيه ماء زمزم فأخرج علقة سوداء من قلبه وقال هذا حظ الشيطان حظ الشيطان فغسلها. ثم أرجع القلب مرة أخرى بعد أن غسله بالماء أرجعه مرة أخرى والتأم صدره. ثم ذهب جبريل فجاءت حليمة ومعها الأطفال فنظروا إلى النبي ملقى على الأرض عمره 4 سنوات فإذا بوجهه قد انتقع لونه تغير لونه. خافت حليمة خافت قالت ما في الآن إلا الرجعة لأمه خاف أن يحصل لشيء. خافت أن الجن لبسه أن به سحر به شيء. خافت أخذته وأسرعت به إلى أمه وأرجعته إلى أمه في السنة الرابعة. وبقي النبي عند أمه 2 سنين صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 سنين. قالت أمه إنني أريد أن أزور قبر أبيك قبر عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وين قبره؟ في المدينة.
فذهبت مع القوم، معهم بعض الجواري، ومعهم عبد المطلب، ومعهم بعض الصحابة، بعض الرجال من أصحاب عبد المطلب. خرج وفد إلى أين؟ إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة زارت قبر زوجها، وفي الطريق في العودة مرضت. مكان يسمى الأبواء بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة. مرضت آمنة، فإذا بها تسقط مريضة وتوفيت، وعمر النبي 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا به يؤويه من؟ جده عبد المطلب. شوف، أول شيء أمه، صار عمره 6 سنوات، أواه من؟ جده عبد المطلب. أما عبد المطلب أحبه أكثر من أولاده. كان عند عبد المطلب جده سجاد عند الكعبة، فراش. عبد المطلب كان هو السيد في قومه، كان عنده سجاد فراش عند الكعبة، ما أحد يتجرأ على الجلوس عليه، حتى أولاده. إلا من؟ إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان إذا جلس يقول له أعمامه: قم، هذا مكان عبد المطلب. فيأتي عبد المطلب ويقول للناس، لأبنائه: دعوه، هذا ابني، دعوه يجلس. ما كان يسمح لأحد من الناس يجلس إلا محمد، وكان يحبه ويحمله ويداعبه ويحرص عليه، بل كان لا يسمح أن يغيب عن عينيه. حتى أتم النبي 8 سنوات فتوفي جده. شوف، سبحان الله، ما يبقى له أحد، حتى ليكون لأحد من الناس فضل عليه. فلما توفي وعمره 8 سنوات، وصى لابنه أبو طالب ابن عبد المطلب، وصى أن يظل النبي في رعايته. فظل النبي في رعاية من؟ أبي طالب. كان أبو طالب لا ينام في الفراش إلا يراه نائما، ولا يأكل إلا يأتي محمد، ولا يرضى أن يغيب عن عينيه، ولا يرضى أن يبتعد عنه، يحبه حبا جما. حتى صارت السنة 12، صار عمر النبي 12 سنة، خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام، وأخذ معه محمد عليه الصلاة والسلام. شوف ايش اللي صار. يقول: وصلوا إلى مشارف الشام لحماد الشام، فإذا براهب اسمه بحيرة، جرجس اسمه، ويسمى بحيرة. هذا الراهب ما كان يهتم بقوافل العرب، ما كان يطلع لهم، إلا في ذلك اليوم خرج يستقبل الوفد، القافلة فيها من؟ أبو طالب، وفيها محمد عمر 12 سنة عليه الصلاة والسلام، وفيها التجار. فخرج فيهم الراهب وأوقف الناس وسلم عليهم واستضافهم عنده. عجيب، أول مرة. قالوا: ما شأنك؟ قال: إن فيكم غلام. أخذ يبحث عنه، يبحث حتى وجد النبي بين الناس عمره 12 سنة. فقال للناس: هذا سيد العالمين. قالوا: ما أدراك بهذا؟ قال: أنا أعلم، عندي علم من الكتاب، هذا سيد العالمين. قالوا: ما أدراك؟ قال: لم تأتي قافلتكم إلا ورأيت الأحجار والأشجار تسجد لله، وما سجدت الأحجار والأشجار إلا لنبي يأتي. ما يمكن. يقول: وعندنا في كتابنا أن فيه خاتم النبوة، فكشف عن كتفه ووجد الخاتم. ثم قال للناس: انظروا للغمام، ما مشى النبي عمره 12 سنة، ما مشى مكان إلا والغمام يتبعه، ما جلس مكان إلا وتوقف الغيم، مشى يمشي الغيم، يجلس يقف الغيم، انظروا للفي كيف يتبعه. ثم قال: من كفيله؟ فقالوا: هذا أبو طالب. قال: تعال معي. فجلس عنده وضيف الناس، ثم قال له: إن لابن أخيك هذا شأن كبير، فلا تأخذه معك إلى الشام. قال: لما؟ قال: إن فيها يهود، ويعلمون بأمره، وينتظرون الآن خروجه، فإن علموا به قتلوه، فأرجعه مرة أخرى إلى بلدك. فأرجعه أبو طالب إلى أين؟ مرة أخرى إلى مكة. وعمر كم؟ 12 سنة. الأحجار والأشجار، يقول النبي في مكة: أمشي بينها أسمعها تسبح الله وتسلم عليه. ما إن مر على حجر وما إن مر على شجر إلا والأشجار والأحجار تسبح الله وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس حتى صار عمره 15 سنة. عش مع نبيك خطوة خطوة. صار عمره 15 سنة، مرحلة البلوغ هذه، مرحلة الحلم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد حربا في قريش تسمى حرب الفجار. هذه الحرب كانت بين قريش وكنانة من جهة، وقيس عيلان من جهة أخرى. والغريب أن هذه الحرب صارت في الأشهر الحرم. وبعض الناس يسأل: إيش معنى الأشهر الحرم؟
مشكلتنا أننا نحفظ التواريخ الميلادية كما يسمونها أشهر الميلادية، أما الأشهر العربية التي عليها ديننا وعليها شريعتنا صوم رمضان، الحج، الأيام البيض، ما يعرفها كثير من الناس، فقط نحفظ يناير وفبراير. أما أن نتعلم ونعلم أطفالنا أن الشهور بدايتها محرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم الثاني، ثم جماد الأولى، ثم الآخرة، ثم رجب، ثم شعبان قبل رمضان، وكل شهر فيه بعض يعني الشرائع، استحباب الصيام في هذا الشهر ولا يستحب مثلا هذا الفعل في هذا الشهر، كل شهر له عبادات تتعلق به والناس ما تحفظ. ثم إن حفظت رمضان سهل عليك البقية، بعد رمضان يأتي شوال الذي فيه العيد، ثم بعده ذو القعدة وذو الحجة، وهذه الأشهر منها ما هو حرم، حرم أي حرم الله عز وجل فيه القتال في زمنهم في الشرائع السابقة، كشهر ذو القعدة هذا واحد، وذو الحجة اثنين، ومحرم ثلاثة، وكذلك شهر رجب، هذه أشهر حرم. هذه الأشهر محرمة حتى في الجاهلية، في حرب الفجار انتهكت هذه الأشهر فصار فيها القتال، بل صار القتال في مكة المحرمة عليهم، فسميت حرب الفجار والناس سمي حرب الفجار، لا ضرر في التسمية، لكن هذه الحرب انتهكت فيها الحرمات. شارك النبي في هذه المعركة، لم تكن مشاركته مباشرة، كان فقط يبري النبل لأعمامه نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ليش شارك فيها؟ حتى يدفع الحرمات البيت الحرام، فقط كانت مشاركة، لم يكن قتالا مباشرا، كان يبري النبل لأعمامه. ثم مضى عليه الحال، إيش كان يفعل نبينا في شبابه؟ لم تأتي روايات مفصلة لأنه ما بعث حتى ينقل الناس كل حركاته وسكناته، لكنه ثبت أنه كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، رعاها لبني سعد ورعاها لأهل مكة على قراريط، وكان يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام، يعمل كما كان الأنبياء من قبله، وما من نبي إلا ورعى الغنم. ليش؟ حتى يتعود على الصبر، على التضحية، على التربية، فإن رعي الغنم يعود صاحبه السكينة، ويعلم صاحبه الصبر، ويعلم صاحبه يعني التضحية لأجل هذه الأغنام، فمن ربى غنم سهل عليه أن يربي البشر بعدها، لأنه سوف يواجه صعوبات أكبر. هذه البداية، رب الغنم وصل عمره 25 عاما، بعد حرب الفجار حدثت حادثة، جاء رجل من بني زبيد يبيع بضاعة في مكة، الرسول الآن عمره 15 سنة قلنا، جاء يبيع بضاعة فاشتراها منه الوائل بن عاص السهمي. الوائل من هو الوائل بن العاص السهمي؟ هذا الذي كان يستهزئ على نبينا لما مات آخر ابن له، قال بتر محمد بتر محمد، هذا نفسه، إن شانئك هو الأبتر، هذا هو الوائل بن عاص. هذا الرجل اشترى البضاعة من هذا الرجل القادم الغريب في مكة، فقال له أعطني مالي، قال انتظر أياما، انتظر يوم يومين ثلاثة، ما أعطاه ماله، وكل يوم يأتيه مالي حلالي ما يعطيه ولا يلتفت له، ظلمه، أخذ ماله، أخذ بضاعته وما أعطاه حقه. فقام الرجل إلى بني فلان ما نصره، إلى بني فلان ما نصره، إلى بني فلان ما نصره أحد، حتى قام على جبل أبي قبيس فنادى معشر أهالي مكة، يا بني فلان، وقال لهم شعر، والعرب عند الأشعار يثارون، قال لهم شعر يبين لهم أنه ظلم، وما قام أحد منكم لينصرني، جئتكم أبيع بضاعة وأخذها مني فلان وما قام أحد منكم. فقام أحد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وجمع القبائل الشريفة، القبائل التي لها مكان في مكة، وعقد بينهم حلفا، وكان محمد عليه الصلاة والسلام موجود في الحلف. سمي هذا الحلف حلف الفضول، لأن الحلف الذي اتفقوا عليه فاضلا عن الأمور الأساسية، أمر جديد من الأمور المفضولة أو من فضائل الأعمال، فإذا بهم يعني ما هم الأمور الأساسية في مكة، قالوا كل مظلوم عندنا ننصره كائنا من كان، حلف عقد بينهم. يقول النبي شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان التيمي، قال والله ما أحب أن لي به حمر النعم، لو تعطوني الدنيا كلها على أني ما أحضر هذا الحلف، هذا الحلف عندي خير من الدنيا كلها، ولو شهدت حلفا في الإسلام مثله لشهدته. أي حلف هذا؟ حلف الجاهلية، لكنه لنصرة المظلوم، كل مظلوم بيننا نقوم معه. فقاموا بعد عقد الحلف، أول رجل أخذوا الحق منه الوائل بن العاص، قالوا أرجع له بضاعته، قال ماذا؟ قالوا أرجع له بضاعته، عقدنا حلفا، إما ترجع البضاعة وإلا كلنا قمنا عليك،
فأرجع البضاعة على الرجل الضعيف المظلوم. وصار منذ ذلك اليوم ما يأتي إلى مكة رجل مظلوم إلا ونصره. شوف حتى الجاهلية عندهم نصر المظلوم. في الجاهلية اليوم المظلومين في أنحاء العالم من لهم؟ من يقوم معهم؟ هل تتصور الآن الذين أسروا في غوانتانامو أو في بعض البلاد هل كلهم عليهم تهمة؟ لا، أي واحد وجدوه عربي أو ملتحي أو لو كان مرا أو في هيئة إغاثة أو رجل يطعم المساكين مسكوه. الآن مربيين هناك ما يرون النوم أياما. هل عقدت لهم محكمة؟ لا، عندهم قانون جديد اليوم 15 سنة على ذمة التحقيق، يجلسون 15 سنة في السجن إلى الآن ما عقدت لك محكمة. من يتكلم؟ هل يستطيع أحد أن ينكر عليهم؟ ما في. يعني حتى كفار قريش كان عندهم حلف الفضول، يا ليت اليوم في حلف الفضول، يا ليت، لكن من يقف ضدهم؟ ومرت الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام تظهر علامات والله يرعاه. هل تظن أنه قبل البعثة عبد صنما أو شرب خمرا أو فعل فاحشة؟ كلا، عصمه الرب قبل الإسلام قبل البعثة، ما مس صنما بل ولا أقسم بصنم. بحير الراهب لما أقسم باللات والعزة مجاراة لقريش والنبي غلام عليه الصلاة والسلام صغير، قال لا تقسم بهما فإنهما من أبغض الأشياء لدي، اللات والعزة وهو غلام. بل يوم من الأيام جاءه رجل فتلاحى مع النبي فقال احلف باللات والعزة، قال ماذا؟ قال والله ما أقسمت بهما وما مسستهما طوال حياتي، أنا احلف باللات والعزة، وهو غلام وهو شاب. بل يروى أنه يوم من الأيام راودته نفسه، والحديث فيه ضعف، راودته نفسه على أن يسمع الغناء فأوحى الله عز وجل وألهمه فأغمي عليه، أنزل عليه مثل النوم، فما استيقظ إلا على حر الشمس. عصمه الرب جل وعلا، صنعه على عينه. عمره 15 سنة إلى 20 سنة إلى 25 سنة سمعت قريش كلها بخبر هذا الشاب، شاب صادق أمين عفيف لم يرى مثله في مكة قط. يقولون كثير الصمت، يجلس لا يتكلم كثيرا، عينه ترى في عينيه عينان ثاقبتان، رجل شاب ما سمعت قريش بمثله قط، حتى سمعت به امرأة ثرية في قريش اسمها خديجة بنت خويلد، امرأة ثرية عمرها في ذلك الحين 40 سنة، سمعت بهذا الشاب فقالت خير من أأمنه على تجارتي محمد عليه الصلاة والسلام، فبعثت إليه أن يذهب بقافلتها إلى الشام وأخبرته لك الضعف ما أعطي التجار، أعطيك الضعف، فقبل. فذهب معه غلام لها يسمى ميسرة، عمر النبي الآن كم؟ 25 سنة. فذهب إلى الشام، ميسرة تعجب منه، يقول رأيته يمشي وملكان في السماء يظللانه، ما إن نزل مكانا أو مشى إلا وملكان يظللانه، أمر غريب. بل أغرب من هذا، يمر على حجر في مكة، حجر يسلم عليه، هو إلى الآن ما بعث، يتعجب إيش في هذا الحجر يسلم عليه، يقول أعرفه أعرفه، ولو ذهبت إلى مكة لأخبرتكم أين هذا الحجر. يسلم على تهيئة لهذا الشاب، الله يصنعه الآن، الملائكة تحفظه، الشياطين ما تقترب منه. فإذا به يأتي إلى الشام عند راهب اسمه نسطورة، راهب من الرهبان، وعندهم أهل الكتاب أن هذا الزمن اقترب خروج نبي، تقريبا 600 سنة ما بعث نبي، عندهم هذا الزمان زمان النبي. فإذا به يجلس النبي عند شجرة، فجاء نسطورة إلى ميسرة، قال من هذا؟ قال هذا محمد. قال ابن من؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب. من أين أنتم؟ قال من مكة. قال ما جلس عند هذه الشجرة إلا نبي، هذه الشجرة ما جلس عندها إلا نبي. قال وإن هذا الرجل نبي وإنه آخر الأنبياء، هذا الراهب يقول لي ميسرة. ميسرة الآن أمور غريبة يسمعها، أمور غريبة يراها، ما الذي يحدث؟ أي شاب هذا؟ الملائكة تظلله ويأتي راهب. ثم قال الراهب لميسرة، قال أفي عينيه حمرة؟ قال نعم نعم دائمتان في عينيه حمرة. قال إنه النبي المذكور عندنا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مثل أولادهم. فلما رجع النبي بالتجارة عليه الصلاة والسلام فإذا الأرباح مضاعفة، فجاء ميسرة إلى خديجة، يا خديجة سمعت بالخبر؟ قالت ما الخبر؟ قال إن من شأنه ملائكة ظللة، وقال عنه الراهب كذا. وقال يروى أن خديجة في ذلك اليوم سألت ورقة ابن عمها، ورقة ابن نوفل، فأخبرها أن هذا زمان نبي وربما يكون هذا هو النبي الموعود.
ولا أراه خارجا إلا في مكة. فقالت خديجة: والله لا أرى أحدا أأمن في الزواج مني إلا هذا الشاب. فجاءت لأختها نفيسة قالت: اذهبي، أو صديقتها قالت: اذهبي فاطلبي منها أن يتزوجني. وليس عيبا مرأة تطلب من الرجل الصالح أن يتزوج منها، أو تبعث أباها أو أخوها يقول: يا فلان تريد أن تتزوج ابنتي. لا عيب في هذا، كان يفعله الصحابة، يزوجون بناتهم وأخواتهم للصالحين للأكفاء. فجاءت نفيسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته بالخبر، فذهب إلى عمامه، إلى حمزة وبعض عمامه، فاجتمع بهم وأخبرهم بالخبر. وخديجة كانت من قوم أثرياء، ولهم مكان في مكة من خير الأنساب، وهي ثرية، وكانت قد تزوجت من قبل فمات زوجها. فجاء عمام النبي إلى أبي خديجة، إلى أبيها، فجاءوا عنده وطلبوا الزواج من خديجة، أن يتزوج محمد خديجة عليه الصلاة والسلام. فقبل أبوها، وجاء وقت العقد، فجمع عمامه وأقرباءه وأهداها وأصدقها 20 بكرا، 20 بكرة بعير، 20 من الإبل، أعطاها مهرا لخديجة. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 25، وعمر خديجة كم؟ 40 سنة. وكان أكرم زوج وأأمن زوج وأصدق إنسان في مكة، ما يسمى إلا بالصادق الأمين. عمره 20 سنة، رأت منه خديجة ما لم تر في غيره، تقول: بارك الله في أموالي بعد هذا، وازداد ربحها وازدادت بركتها بفضل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد 10 سنين جاء سيل في مكة، عمر النبي صار كم؟ 35 سنة. جاء سيل في مكة، فإذا بالسيل يجرف مكة وبيوتها، حتى أصاب السيل الكعبة، فكادت الكعبة أن تهدم. وكانت الكعبة بناؤها قصير، وقبل هذا جاء اللصوص يسرقون من كنزها، فاتفق أهل قريش أن يعيدوا بناء الكعبة مرة أخرى، نعيد بناء الكعبة، مكان مقدس عندهم. قالوا: إذن نجمع المال. جمعوا المال ومنعوا كل مال حرام. كفار قريش، كفار قريش أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش طلبوا المال الحلال، قالوا: مال حرام ما نجعله بالكعبة. فلم يأخذوا مهر بغي ولا مالا من ربا. اسمعوا هذا الخبر، كفار قريش ما يقبلون الربا، يقولون: هذه الكعبة مشرفة، كيف نجعل فيها مال ربا؟ أما الذي يجعل المال الربو في بطون أولاده وفي بطنه وبطن زوجته، ويبني به بيته ويؤثث به بيته، فليعلم: أيما مال نبت على، أيما لحم نبت على سعد، فالنار أولى به نار. كفار قريش ما يرضون بالربا، كفار قريش ما يرضون بمهر البغي. وبعض المسلمين اليوم: أخي عادي، كل الناس مثلنا، ما فيها شيء يا شيخ، ليش تعقدون الأمور؟ الربا صار الآن سهل، والبنك راضي وأنا راضي، وهذا ربا استهلاكي ما هو ربا استثماري، كما يفتي بعض الناس هداهم الله. فإذا بكفار قريش يتفقون، كل قبيلة لهم جزء من الكعبة. بعد ما بنوا الكعبة قصر المال، الفلوس خلصت، المال الطيب، الكعبة ما تم بناءها، في جزء ما بني، فجعلوا فقط له حدا وتركوه بغير بناء، اليوم يسمونه الحجر. تسمعون بالحجر في الكعبة مثل القوس، من طاف داخل هذا القوس ما طاف بالكعبة، لأن هذا من الكعبة أيضا، لكن قصر بناؤه، ما كان عندهم فلوس، ما أتموا البناء، وظل البناء هكذا حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر الإسلام. قال لعائشة، يقول النبي: لولا قومك حديث عهد بإسلام، يعني توهم مسلمين، لأمرت بالكعبة وهدمت ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن المصلحة حتى الناس لا تفتن في دينها، هذا يعبث بالكعبة، هذا يهدم الكعبة، فلهذا تركه النبي للمصلحة وظل البناء. الحجر إلى الآن موجود، القوس هذا داخل الكعبة، وقصر مال قريش عن بنائه، بقيت زاوية فيها الحجر. فقالوا، كل قبيلة قالت: حنا نحط الحجر، حجر معظم مقدس عندهم، أطفال قريش يعظمون الأحجار، وهو له شرف لكن لا ينفع ولا يضر، حجر من الجنة نزل، أمرنا بتقبيله فقط، فهو لا ينفع ولا يضر، ولا نتوسل به ولا نستغيث به، حجر، كما قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، سنة نقبله، فهو حجر من الجنة يشهد لمن قبله يوم القيامة. فإذا بكفار قريش يختلفون، من يضع الحجر؟ قال بنو عبد مناف نحن، قال بنو عبد المطلب نحن، قالوا بنو زهرة نحن، كل واحدة من القبائل قالت: نحن نضع. 4 ليالي 5 ليالي اختلفوا وكادوا يقتتلون في الحرم على الحجر. قال لهم رجل يوم من الأيام، جالسين مختلفين، قال: حكموا أول من يدخل عليكم، قبلتم؟ قالوا: قبلنا.
أول واحد يدخل نجعله حكما. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب فيدخل، فقالت القبائل كلها: هذا محمد الأمين، قبلنا بحكمه، قبلنا بحكمه. شوف عمره كم، 35 سنة، بعد 5 سنوات يبعث. شوف بعدين شلون انقلبوا، قالوا: هذا محمد الأمين، قبلنا بحكمه. فقالوا له: كيف تحكم فينا؟ فجاء بالرداء ووضع الرداء على الأرض، وجاء بالحجر فوضعه. قال: كل قوم يمسكون طرف يحملون الرداء. فحملوا الرداء إلى الكعبة، فلما وصلوا إلى الكعبة أخذ نبينا الحجر فوضعه في الزاوية، فكان الشرف له، وقبلوا بحكمه. ورضيت القبائل، كيف لا ترضى، كيف لا ترضى بحكم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. في سنة 35 كان النبي يبني الكعبة، فجأة قال له عمه العباس، أثناء البناء كان يحمل الأحجار على كتفه، قال عمه العباس: يا محمد، ضع إزارك على كتفك حتى لا يؤذيك الحجر. فأراد النبي أن يرفع رداءه ليضعه على كتفه حتى يضع الحجر، وإذا رفع الإزار تنكشف العورة، فلما أراد أن يرفع إزاره أغمي عليه، والحديث صحيح في البخاري، أغمي عليه. يقول: فلما قمت سمعت مناديا يناديني يقول لي: شد عليك إزارك، شد عليك إزارك حتى لا يرى بشر عورته عليه الصلاة والسلام. أرأيت كيف يحفظه الرب، كيف يحميه الرب جل وعلا؟ عمره 35 عاما وهو متزوج الآن بخديجة. تقول خديجة: كان يكسب المعدوم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، لا يدع مظلوما إلا قام معه، ولا ضيفا إلا أقراه، ولا معدوما إلا أكسبه، ولا مسكينا إلا أعطاه، ولا كلا إلا حمله، لا يدع أحدا مسكينا ولا فقيرا إلا وعانه عليه الصلاة والسلام. هل رأيت خلقا أعظم من هذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. حتى اقتربت البعثة ب3 سنوات، عمره الآن 37 سنة، حبب إليه الخلاء، خلاص كرح هذه الأصنام، هذه الفواحش، هذه الخمور، هذه المعبودات، بغضها. فكان يختلي بنفسه في جبل يسمى جبل النور، بعضكم شاف الجبل وصعد الغار، غار حراء، غار صغير. كان يذهب 3 سنوات قبل البعثة يختلي في الغار، يجلس يتفكر في الكون، يتفكر في الخلق، يعلم أن هناك خالق ولا بد من عبادته، كيف نعبده ما يدري، ما يعرف عليه الصلاة والسلام. 3 سنوات يقولون كان يعتكف شهر رمضان كله في الغار، شهر رمضان بالذات كان يعتكف فيه شهر كامل، ما يخرج من الغار، يأخذ الطعام ويذهب إلى الغار، ويمر عليه الفقراء ويطعمهم، ويجلس يتعبد ربه في الغار. كيف؟ العلم عند الله. كيف يتعبد؟ لا يعلم بهذا إلا الله عز وجل. حبب إليه الخلاء حتى بقي على البعثة 6 شهور، فإذا به يحصل له أمر غريب، كلما رأى في المنام رؤيا استيقظ فرآها بعينيه مثل فلق الصبح، كلما رأى شيء في المنام يستيقظ يراه أمام عينيه، يحدث له يعني بالتمام والكمال، كانت تقول عائشة: كفلق الصبح، ما في خلل واحد. تهيئة نفسية هذه، أن هناك أمور غريبة، أحجار تسلم عليه، منام يراه في الرؤية، إذا به يحب الخلاء، يتعبد ربه، يسمع بعض الكلمات، شق صدره مرتين الملائكة، ما الذي يحدث، ما الذي يجري؟ يجلس في الغار ليلة من الليالي، فإذا به يدخل عليه كائن غريب، كائن غريب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، خاف، يقول: فغطني من خلفي، ضمه، فقال له: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، ما يقرأ ولا يكتب، أمي. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ 3 مرات. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه بداية البعثة، هذه بداية النور على وجه الأرض، هنا تنزلت الرحمات في تلك اللحظات. تعرف ماذا قالت الجن؟ الجن رأوا أمرا غريبا، السماء حرست، حرست السماء في تلك اللحظات، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما يدرون ما الذي جرى، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإذا به يقول: اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هرب النبي من الغار عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى خديجة يقول يا خديجة مالي ما الذي جرى لي، زملوني غطوني. فغطته خديجة حتى هدأته رضي الله عنها، فإذا به يقوم عليه الصلاة والسلام، عمره 40 سنة، عمر خديجة الآن 55 عاما. فقام النبي فقالت له ماذا رأيت يا محمد، فأخبرها بالخبر، فهدأته قالت يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، أرأيتم إلى هذه المرأة العاقلة، أول من نصرت الإسلام، امرأة وقفت مع نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر يا محمد. فأخذته إلى ابن عمها ورقة، وورقة صار رجلا كبيرا بالسن، عمي بصره، رجل كبير جالس في بيته. فدخلت عليه خديجة فسلمت على ابن عمها، فقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، اسمع ما الذي حدث له. فقال له يا محمد يا ابن أخي قل لي ماذا ترى، ايش تشوف؟ فقال له الخبر، كنت في الغار ونزل علي وقال لي كذا وصفته كذا ورأيت. فقال ورقة ابن نوفل، قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى، الملك نفسه الذي نزل على موسى نزل عليك الآن يا محمد. وورقة كأنه يشك في الأمر، مترقب الأمر، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال ورقة يا ليتني كنت جدعا إذ يخرجك قومك، وقال لئن أدركت يومك يا محمد لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال محمد عليه الصلاة والسلام، قال أو مخرجيهم قومي أعمامي أحبابي بنو عمومتي الذين يسمون الصادق الأمين، يقدموني في كل مجلس ويقدمون كلمتي على كلامهم، يطردوني من بلدي. فقال ورقة وكان عالما، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فرجع النبي إلى بيت خديجة خائفا، لازال الأمر مخيف. مرت الأيام ما نزل الوحي، الآن كأن الخوف زال عنه، مرت أيام وكأنه الآن الواحد لو يحصل له شيء ثم يزول الخوف يتمنى أن يرجع الشيء يبي يشوفه مرة ثانية، حتى اشتد شوق النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون 40 يوم، يقولون شهور، يقولون أيام، الله أعلم كم انقطع الوحي، انقطع. ثم بعدها كان النبي يمشي عليه الصلاة والسلام في الصحراء، فإذا به يسمع المنادي يناديه في السماء، يقول فنظرت فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح كل جناح يغطي الأفق. تخيلت العظم، أنه أمين الوحي، سيد الملائكة جبريل عليه السلام، الروح الأمين. يقول فإذا به جبريل يقول نظرت إليه فخررت على وجهي، أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف مرة ثانية هذه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأنزلت الآيات الأخرى، يا أيها المدثر، المتغطي النائم الذي تغطى بغطاء خديجة في ذلك اليوم، يا أيها المدثر قم. ما في نوم بعد اليوم، ما في راحة بعد اليوم، ما في كسل بعد اليوم، بدأت الدعوة، بدأ الجهاد، بدأ الإسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر، ابدأ بالدعوة، وربك فكبر وثيابك فطهر، أولا كبر ربك، فالله أكبر من كل هذه الأصنام وهذه المعبودات، بل والناس جميعا، الله أكبر من كل شيء. وثيابك فطهر، أولا ابدأ بالنظافة الظاهرية والباطنية، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، لا تقل فعلت وفعلت حتى لا تستكثر الأعمال. ولربك، شوف الآية الأخيرة، ولربك فاصبر، أي سوف ترى من البلاء من الشقاء، فاصبر يا محمد، سوف ترى الناس يعارضونك. ذهب مسرعا إلى خديجة المرة الثانية وقال لها أيضا زملوني غطوني، خاف النبي من الذي رآه،
فإذا بخديجة لما سمعت بالخبر وأيقنت، أول من آمنت بنبينا عليه الصلاة والسلام خديجة، أزرته بنفسها بمالها بوقتها. ولهذا يوم من الأيام كان النبي مع جبريل، فقال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد يا محمد، هذه خديجة قد أتتك، راح تجيك الحين، معها إدام أو ماء أو طعام، جاي الآن بدها طعام. قال فإذا رأيتها فأقرئها السلام من ربها، الله يسلم على خديجة مباشرة، الله يسلم على خديجة. ثم قال جبريل ومني، السلام من الله أولا، شوف أدب جبريل عليه السلام، ثم قال ومني، ثم قال وبشرها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، قصب يعني لؤلؤ، بيت في الجنة من اللآلئ لا صخب فيه ولا نصب. فإذا بخديجة تدخل فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام، يا خديجة الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام ويبشرانك ببيت في الجنة. خديجة، تعرف من خديجة؟ آخر حياتها النبي كان يذكرها، بل يوم من الأيام بكى على خديجة. تعرف لما؟ يوم الأسرة، لما جاء الناس يفدون الأسرة في بدر، جاءت امرأة تفتي زوجها، تفتي زوجها ما عندها إلا قلادة عندها، فأخذت القلادة لتفدي زوجها من الأسر، فبكى النبي. قالوا لما بكيت يا رسول الله؟ قال تذكرت خديجة. خديجة في قلبه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. يكرم صاحباتها، أم أولاده، ما رزق من أولاد إلا من خديجة، إلا إبراهيم من ماريا القبطية، وإلا كل أولاد عليه الصلاة والسلام من خديجة. القاسم أول أولاده، زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة، أربع بنات، وكذلك عبد الله ويسمى الطاهر أو الطيب، كل أولاده ممن؟ من خديجة رضي الله عنها. زوجته ما تزوج عليها أبدا حتى ماتت رضي الله عنها. أول من آمنت خديجة. لما بدأت الدعوة سرية، طبعا سر، ذهب إلى صبي تربى في بيته، من؟ علي، علي صبي عمره 10 سنين تربى في بيته، عرض عليه الإسلام فقبل، دخل في الإسلام. وعلي كان يتربى في بيت النبوة ليهيئ لأمر عظيم، وذهب إلى صاحبه أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس تردد إلا أبو بكر، إلا أبو بكر مباشرة، أول ما عرضت عليه الإسلام دخل بغير سؤال. ولهذا أثنى الله على أبي بكر في القرآن في هذه الحادثة وحادثة الإسراء والمعراج، قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ الرسول. وصدق به من؟ أبو بكر. أبو بكر، أولئك هم المتقون. أبو بكر آمن. أبو بكر أول ما آمن تدري سوى؟ دعا ستة، ستة كلهم من المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان على أيدي أبو بكر، الزبير بن عوام، سعد بن وقاص، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، كلهم مبشرون بالجنة. هؤلاء كلهم أسلموا على يدي من؟ على يدي أبي بكر. وأبو بكر من أكبر الدعاة إلى الله، نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر، ويقولون بالإمام أحمد بأبي بكر في حادثة الردة، وسوف نأتيها إن شاء الله لاحقا. فإذا بالنبي يدعو بالسر، بالسر. كم آمن به؟ عمار بن ياسر آمن، بلال آمن، بعض الضعفاء، بعض الموالي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعض أشراف القوم آمنوا سرا. 3 سنوات الدعوة سرية، أبدا ما جهر النبي بالدعوة 3 سنوات، حتى أنزل الله عز وجل آية، وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع النبي قومه، عائلته، قبيلته، جمعهم على وليمة، يقولون 30 واحد كانوا. وبعد أن انتهى من الوليمة أخبرهم، لمح لهم، ما صرح لهم، أي لو كنت يعني أخلفكم أكنتم تتبعوني؟ فسكت الناس، يعني ما صدقوا أي شيء ولا اهتموا في الأمر. فقام بعدها عليه الصلاة والسلام على الصفا، قام على الصفا فقال وصباحا وصباحا، بعد 3 سنوات من البعثة، عمره 43 سنة الآن، وصباحا وصباحا، تجمع كفار قريش عند الجبل، جبل الصفا. قال يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم أو تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين، في حياتك ما كذبت كذبة واحدة، مستحيل تكذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، فيه حول له غديرتان وضيء الوجه، قال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ يعني ما عندك سالفة، ما جئت لهذا الموضوع؟ فأنزل الله عز وجل
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. سمعت زوجته بالخبر، محمد يهجو زوجي، وين هذا الذي يهجو زوجي؟ أين مذمم؟ ما تسمي محمد، تسمي مذمم عليه الصلاة والسلام، صرف الله اسمه عن لسانها القدر. قالت أين مذمم؟ أين مذمم؟ والرسول جالس عندها ما تشوفه، أعمى الله بصرها. الرسول جالس بين أصحابه، وتسأل أصحابه أين مذمم؟ فيضحك الصحابة يقولون ماذا تريدين به وهو جالس؟ قالت سمعت أنه هجا زوجي، لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر، أضرب بهذا الحجر، والرسول جالس وما تشوفه، أعمى الله بصرها. فأنزل الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها، في جيدها حبل من مسد. قام على الصفا فقال لهم، هذه الآن بداية الجهر بالدعوة بعد 3 سنوات، قال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد فلان انقذوا انفسكم من النار، حتى وصل الى ابنته فاطمه، يا فاطمه انقذي نفسك من النار لا اغني عنكم من الله شيئا، يعني بلغت خلاص ما في احد استطيع ان افعل شيء. ثم قال الا ان بيني وبينكم رحما سابلها ببلالها، يعني اصلكم للارحام فقط، أما الدين يفصل بيني وبينكم. تمر الأيام، بدأت السخرية، بدأ الاستهزاء، لأن الدعوة الآن بدأت بالمجاهرة. انقطع الوحي أيام، فجاءت امرأة فقالت له، امرأة تستهزأ، شوف الآن السخرية والاستهزاء، قالت ما نرى إلا شيطانك قد قلاك يا محمد، الشيطان اللي يجيك انقطع عنك، ما قام يجيك، وين شيطانك؟ امرأة مجنونة مشركة من كفار قريش تستهزئ على محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني هم يتكلمون والله يثبت، هم يستهزئون والله يثبت ما نثبت به فؤادك، يقولون عنه ساحر مجنون. قال الله جل وعلا كذلك، كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ترى مو بس أنت يا محمد، كل الأنبياء السابقين قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا افتراء، قالوا أساطير الأولين، وقالوا يعلمه رجل فلان يكتب له ويأتي ويعلمكم هذا القرآن. قالوا للوليد بن المغيرة، خافت كفار قريش أن الناس بدأوا يقبلون على مكة للحج، خافوا أن يسمعوا فيؤمنوا بمحمد، فقالوا للوليد بن المغيرة، سمعتم بالوليد من فصحاء العرب من بلغاء العرب؟ قالوا يا وليد هذا قاعد يأتينا بأشعار بكلام، أتي بكلام اهجو كلامه رد عليه، والعرب عندهم الشعر والفصاحة واللغة. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أرني ما عندك، أرني ما عندك. طبعا أول شيء الوليد عرض له، قال يا محمد إن كان الذي بك مرضا جئنا لك بأفضل أطبائنا، إذا كنت مريض تشتكي من شيء نجيب لك طبيب. شوف مثل الآن اللي يساومون الدعاة ويساومون بعض المصلحين، إن كنت تريد ملكا ملكناك، تبي فلوس تبي ملك ترى نعطيك. وبعض الدعاة مستعد، مستعد أن يقول الحلال حرام وللحرام حلال علشان شوية فلوس، أو حتى يصل إلى منصب من المناصب مستعد أن يبيع دينه ودينه كله بعرض من الدنيا. وبعض المصلحين طبعا هؤلاء يفضحهم الرب جل وعلا، وهذه سنة الله، أن يشتد البلاء حتى يذهب الزبد جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فجاء الوليد قال إن كنت تريد مالا أعطيناك، إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد امرأة زوجناك أفضل نسائنا، اشتد. قال انتهيت يا وليد؟ قال نعم. قال اسمع، ما رد عليه بكلامه، رد عليه تعرف بما؟ بالقرآن، استعاذ بالله، ثم قرأ حتى وصل إلى قول الله عز وجل، القرآن بس آيات. فإن أعرضوا، والوليد يسمع، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاح الوليد قال أنشدك الله والرحمة أن تسكت. إيش سوى؟ قرأ قرآن. الآن من الذي يحتاج إلى طبيب يداويه؟ أنت أم هو؟ قال أنشدك الله والرحمة أن تصمت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فهرب الوليد وأقفل الباب على نفسه. فسمع كفار قريش بالخبر، قالوا صاحبكم سحره محمد. فذهب أبو جهل قال يا وليد سحرك محمد؟
قال يا أبا جهل سمعت، طبعا يا أبا الحكم يسمونه ونحن نقول يا أبو جهل، قال سمعت كلامك، والله والله ليس بشعر، أعرف الشعر ليس بشعر ولا بسحر، والله سمعت كلامه إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، هذا كافر يقول إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، هذه شهادة كافر. قال ماذا تقول؟ قال أقول ما سمعت، إنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. تعرف ليش؟ كلام رب العزة ما هو كلام بشر، كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال يا وليد قل فيه قولا تؤثره عنك العرب، العرب ناطره منك كلمة بس تنشرها في الآفاق. تفكر وقدر وعبس ونظر ثم أدبر مشى، وأبو جهل يحثه قل فيه قولا، فأدبر ثم قال لأبي جهل، قال قولوا سحر، قولوا سحر، فرق به بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها. قال الله ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، تسعة يمشون معه مع الوليد، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. قال سحر، فنشرت الناس بينها أنه سحر يؤثر، فرق بين الأب وأبيه، بين الابن وأبيه، بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، وانتشر بين الناس أنه ساحر. اتفقوا على هذه الكلمة، وجاءت الناس الوفود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك فرصة إلا ودع الناس إليها. يأتي إلى الخيام، شفت الخيام، يفتح خيمة خيمة، يقول للناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس ما منكم شيء، أبي منكم لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يقول لهم من يؤويني، من يؤويني أبلغ دعوة ربي، يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني أبلغ دعوة ربي فإن قريشا منعوني أبلغ دعوة ربي، من يؤويني، وخلفه طبعا معاه من، أبو بكر، ما يترك أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح الخيمة أبو بكر قبله، يدخل قبله، ولما يخرج النبي مع أبو بكر يتبعهم من، رجلا ذو غديرتين وضيء الوجه أحول، إنه أبو لهب، يدخل خلف النبي في كل خيمة، يطلع الرسول يدخل نفس الخيمة، يقول لهم لا عليكم منه، إنه ابن أخي، إنه ابن أخي مجنون، أنا أعرفه، إنه مجنون لا عليكم منه لا تصدقوه، بل كان يأتي بالتراب ويحثوه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أبو لهب. وينزل الله يصبر النبي، واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استهزاء، سخرية، غمز، لمز. يوم من الأيام دخل إلى الكعبة وكان يطوف حولها وحولها الأصنام، ويعبد الله جل وعلا لا عليه من الأصنام، يطوف حول الكعبة وحولها 360 صنم تقريبا، فإذا به كلما مر على مجلسهم كانوا جالسين، أبو جهل وغيره من كفار قريش، عتبة والوليد وفلان وفلان وشيبة، كلهم جالسين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبة وكلما مر عليهم تكلموا عليه، غمزوه، استهزوا عليه، سبوه 3 مرات طاف وهم يسبونه يغمزونه. فجاءهم بعد الشوط الثالث، جاء إليهم وهم يضحكون، قال تسمعون معشر قريش، يضحكون يسبون ويشتمون، قال تسمعون معشر قريش، قالوا ماذا تريد؟ قال أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني اليوم كلام، لكن في يوم راح يصير جهاد، وفي يوم من الأيام راح يصير قتال، وفي يوم من الأيام راح يكون ذبح، اليوم بس كلام. يقول الراوي، يقول فكأن على رؤوسهم الطير صمدوا جمدوا حتى قال أشدهم فيه وصاة
انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا، الآن ما كنت جهولا، قبل قليل تسب وتشتم. فكان أحيانا يعتز بعزة الإسلام ويقول لهم اصبروا، قل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا، إنا منتظرون، سوف يأتي يوم، يوم بيننا وبينكم. يوم من الأيام كان ساجدا عند الكعبة، انظروا 10 سنين وهو على هذه الحال، كان ساجدا عند الكعبة، فكانوا يقولون هم يضحكون، من يذهب إلى بيت فلان فيأتي بسلى جزور آل فلان، سلى الجزور يعني القدارة لما يذبح البعير، القدارة التي في البطن ترمى النجاسات، قال من يأخذها فيرميها على ظهره عليه الصلاة والسلام. شوف الحال الآن، ضعف المسلمين وضعف هذه الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمهم، وبعضهم أخفى إيمانه وبعضهم أظهر إيمانه. سوف نأتي نكمل في الحلقات المقبلة كيف كان الصحابة يتعذبون في هذه الأحوال وماذا كانوا يصنعون. فإذا بأشقى القوم يقول العقبة أو غيره أخذ سلى الجزور القدارة النجاسة ورماها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه، فما استطاع أن يرفع رأسه، القدارة الآن كلها على ظهره. من الذي تقدم ليزيل القدارة؟ تعرف من؟ جارية صغيرة اسمها فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت فركضت، ركضت وهي تبكي تزيل النجاسة عن ظهر أبيها، فأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى من صلاته والمشركون يتمايلون من الضحك، يضحكون يتمايلون من شدة الضحك، فجاء إليهم واستقبلهم ثم رفع يديه إلى السماء، قال اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بشيبة، سماهم كلهم 7، سمى واحدا واحدا فصمت القوم، سكتوا. يقول ابن مسعود يقول والله رأيتهم كلهم صرعى في أول معركة في بدر، 7 كلهم حصدوا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أخذهم الصحابة فرموهم في القليب، قليب بدر. سوف نأتي إلى معارك الإسلام التي سحقت المشركين، كلمهم النبي وهم في القليب أموات، جيف، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان يا فلان، سماهم يا معشر قريش، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم أموات، جيف أنتنوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعوني أكثر منكم. ودارت الأيام والنبي يجد البلاء في قريش، ماذا صنع؟ ماذا صنع أصحابه؟ كيف أوذوا؟ كيف عذبوا في هذه السنين التي كان فيها الصحابة يتربون على الإيمان، على التقوى، على العبادة؟ من نصر النبي من المشركين؟ ماذا صنع له عمه أبو طالب؟ وكيف توفي؟ ماذا كان يعني له هذا العم الذي توفي على الشرك؟ لكن كيف كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا صنع النبي له لما مات؟ هل استفاد أبو طالب من نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله سوف نراه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حتى نلقاكم استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.